بفتوا فيها الخبز القديم هلا هاي مش جديدة مش جديد ناشف طبعاً. ايش بزيد من فتافيت الخبز لما يتعبى الكيس كانوا حتى زمان يربطوه على الشجره او شيء لما يتعبى تصير الاكله فتت عدس او رح نبدا بزيت الزيتون زي ما حكيتي طبعا هلا موسم زيت الزيتون فكل شيء فيه روعه رح يكون ورح نحط شويه البصل احنا فارمينه وحاطين عليه شويه زيت عشان ريحته ما تطلع شوي قبل الحلقه حاسه انك مقلتيه شوي كانك قبل لا هو دبل شوي دبل مع الزيت ولانه الزيت هلا جديد فقوي روان برافو عليكي سلام عليكي هي معلومه جديده الزيت بدبل البصله فرح نحط العدس اللي غسلناه برضه الكميه يعني حسب انت بتحبيها ثقيله او مش ثقيله وملح وفلفل وانا بحب اضيف شوي كركم شوف هلا صدام حركها ورجيهم التكستشر تبعها هلا كميه المي طيب ميساء يعني انت بتشوفي حسب على العين النظر بتقدري تضلك تزيدي هلا مثلا انا ستي كيف كانت تعملها هاي كانوا يعملوها بالصدر الكبير اللي زي تاع الكنافه تاع شغلك فتلنا بالخبز ويفتوا فيها الخبز القديم هلا هاي مش جديد مش جديد ناشف طبعاً. ايش بزيد من فتافيت الخبز لما يتعبى الكيس كانوا حتى زمان يربطوه على الشجره او شيء لما يتعبى تصير الأكلة فتة عدس أو أي فتة حتى في فتات كتير ناس قالوا لي عنها في فتة اسمها مفلفلة برضو بالبندورة والبصل هلأ رح نزينها بالبقدونس إيش أنتوا عندكم زينوا فيه الأخضر رح أحط رح احط فجل كمان لانه اللون حلو كثير وطعمه زاكي مع العدس زاكي مع العدس كثير حبيت التفاصيل الميساء عم تحكي كثير ما اسمعي انا غرامي هاي الاشياء يعني هلا لو عندي وقت بقضي وهلا دقوس زيتون هذا عن جد إشي طعم وشكل غير شكل واضح روعه واللي بده بيرجع بسقي كمان بي وايش بتحب برضه بتقدر تضيف يعني مش شرط انه بس هاي المكونات الموجوده ايش بتحبوا تحطوا على العدس واذا بدنا ندير كمان زيت زيتون يعني هاي كلها اختيارات او كل واحد والله موسم الزيت بنزيد والله هات نزيد بالضبط زاكي هات خلينا نحط عليه هلا انا كمان عامله هناك ليمون عادي اورجيكي خليني اجيبه انا مخمر جيبه انت اوكي